عبرت 56 شاحنة للمساعدات الإنسانية المتنوعة ميناء رفح البري إلى معبري العوجة وكرم أبو سالم. يأتي ذلك تمهيداً لإدخالها إلى سكان قطاع غزة. وأوضح مصدر مسؤول بميناء رفح البري خلال تصريحات صحفية، أوضح أن قافلة المساعدات تتضمن 4 شاحنات للوقود و50 شاحنة تحمل مواد غذائية متنوعة، بالإضافة إلى شاحنتي غاز طهيئة.